هتسجلها. بس لازم اسمعها دي تاني عشان انا مش فاهم اصلا الموضوع. بقول لك الاسدين دول يعني انت بقالك 20 سنه في مصر معاك بتعدي قصر النيل رايح جاي مرتين او ثلاثه في الشهر. الاسدين مالو بتوع قصر النيل بتوع كوبري قصر اللي هم النيل الاصنام اللي بعد جامعه الدول، مبنى جامعه الدول وبعد سهل التحرير خلاص بيوديك الزمالك. صح، خدت بالك؟ عرفنا اني قدام اسدين. الاوبرا هنا في اسدين وهنا في اسدين. تمام. قبل اذان الفجر ثلاث دقائق الاسدين عكس معكوس. تمام. اول ما يسمعوا اذان الفجر واحد من هنا ينزل وواحد من هنا ينزل، بينزل بيتحرك تحت شويه وينزل تحت على قلب الميه. هم حارسين الميه هنا، اول واحد بعد كده يطلعوا الاثنين ينزلوا الاثنين التانيين. لا والله انت شفت الكلام ده؟ ايوه انا مستعد. انا هاجي على فكره الفجر، هقعد النهارده على والله العظيم. على فكره زي ما بقول لك اول ما اسمعهم بصيت لهم على طول ثلاث دقايق. فهمني بس الاسد نفسه بينزل، الصنم نفسه بينزل شويه تحت ولا بيتحرك؟ ينزل يتحرك وينزل الميه تحت ويطلع من الميه ينزل التاني عليه، اللي هم قصاد بعض، اللي هم واحد عكسه وواحد واحد يعني واحد من ورا واحد من قدام، مش الاثنين اللي قدام بينزلوا مره واحده. بس انا اول مره اسمع على فكره القصه دي. انا راجل كبير هحلف بالله. لا مش والله سادي، انا مش بكذبك، بس انا مستغرب ان انا اول مره اسمع القصه دي، بس عشان انا عايز حاجه قصه زي دي. طيب. يبقى انت اكيد مش الوحيد اللي شفتها. لا وانت خليك تشوفها. انا هشوفها ان شاء الله باذن الله. طيب. والله وقف بقى التسجيل عشان انا اقول خلاص.